ربي صلي على المختار من مضاري والأنبياء وجميع والرسل ما ذكروا وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطال الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله هووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأهمها وأشرفها يعطر الكون رأيا نشرها العطير مفتوقة بعبير المسك زكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار عد ما حوت الشعر من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر وعد وزن ما وعد وزني ما ثقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر والطير والوحش والأسماك مع نعم يتلوها الجن والأهلاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم والمأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في أكواني سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها هل السماوات والأرضين أو يذروا بالسماوات والأرضين مع جبال والعرش والفرش والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد مع لوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانقضاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر ما تحب وطغى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا كلنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يظهر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خضيعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا
لله من في يديه سبح الحجر. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. واقضي ديونا لها الخلق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميعا به أهوال تنحسر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلاله نزل في مدحه السور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته، من قام من بعده بالدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه، من قوله الفصل في أحكامه عمر. وجد لي عثمان ذي النورين من كمل له المحاسن في الدارين والظفر. كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العبا كما قد جاءنا الخبر. كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر. والطاهرة نساء والمصطفى، وكذا بناته وبنوه كل ما ذكروا. سعد سعيد بن عوف، طلحة وأبو عبيدة، وزبير سادة غرار، وحمزة، وكذا العباس سيدنا، ونجله الحبر من زالت به الغيار. والآل والصحب وأتباع قاطبة، ما جن ليل الدايات أو باد السحر. مع الرضا منك في عفو وعافية، وحسن خاتمة ينقضي العمر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا أكرم الخلق، ما لي من أدوذ به سواك عند حلول الحديث العام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. ولن يضيق رسول الله جامك بإذا الكريم تجلى باسم متقي. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن عدونك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث عامر. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل. نبينا الأمير الناهي، فلا أحد أبر في قولنا منه ولا
أنا عمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامي مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامي يا صلي وسلم على حبيبك خير واغفر لي قارئها واغفر لي سامعها سألتك خير يا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اقولوا رجعنا بكل خير وما على فرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. If you analyze the mudariya and you sit and actually translate the meaning and you try to count how many salawat Imam Busayri is making, it's impossible. It's infinite because he doesn't leave anything. From it starts with physical things, the number of hairs, the number of feathers, and everything, the number of breaths, the number of sands specks, the number of, and then he goes the number of your, Allah's knowledge. What is that? The anfas al-khalq. So all this is counting examples, number. If you add them, inshallah, if Allah accepts from us this humble deed, we've made, inshallah, tonight infinite number of salawat. We should recite al-Mudariya every week, every Friday, inshallah, make intentions. Fatiha. Thank you all for joining us. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.